من وجهة نظرك ايه المميزات اللي عندك اللي تخلينا نقبلك؟ تقدر تتحمل لحد كام طفل في المكان الواحد؟ تقدر تبات بره البيت وتعمل اي حاجه تطلب منك؟ يا جماعه ما بلاش السؤال ده اشطبوه. لو عيل بقى عيط وزن كتير انا مين على وشه عشان امشي اليوم واشوف شغل يعني. شايف نفسك فين كمان 5 دقايق؟ ما تتسرعش، عندنا 5 اطفال ومعانا 5 برتقانات وعايزين نوزع البرتقان على الاطفال، كل واحد ياخد كام؟ كل طفل هياخد برتقانه، ما فيهاش حاجه يعني. قول لي يا ياسين، مين حبيب بابا؟ انا. صح. الام مدرسه، الاب ايه؟ الام مدرسه، يبقى الاب مدير مدرسه. مروح، انا هعد لحد 3 وهسيب الملعون ده، لو عرفت تمسكه انت معانا. 1 2 3. ولد حبيبة بابا راشا، أمورة بابا راشا، يا بنت محمد صورة اسمها راشا، راشا سنيورة بابا راشا، وقال سنيورة بابا حبيبة بابا راشا. تفتكر بابا غنوج كان أب صالح؟ لا لا ما ينفعش يبقى أب. هو أنا لما بقى بابا مفتاح البيت هيبقى معايا؟ أنت بتسأل على مفتاح البيت ليه؟ بأمي. بقول لك ايه، احنا كفايه كده ولا احنا جبنا قعر الابوبة؟ يا طيور النورس يا اللي مقابلني، خد انا غنوا سوا كورس. سبب الرفض محمد ثروت. مبروك يا هيثم الوظيفه، انت عملت اللي مؤسسات ما عرفتش تعمله. هيثم دي ابتسامه، خدها منه تاني. يلا مقبول، خلاص انت نجحت، مالك؟ يلا عشان نشوف اللي بعدك، مش ناقصة. يلا 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 ابتسامة، يلا يلا ولاء، يلا هشام، يلا واحدة. بابا جه، بابا جه، بابا جه. أهلا، إزيك؟ أنت مين؟ أنا بابا. أنت طفل زياد؟ يا ماما في حد غريب على الباب بيقول هو بابا. بابا جه يا فندم. الاب ده لازم يتغير. وانا كل ما هنزلك اوردر هتتشقى وتعمل مشاكل. يا شامبي انا ما عملتش. ما تتكلمش يا شامبي. ام ما تتكلمش. حاضر يا شامبي. مفيش مشكله يا فندم، يتم استبدال الاب. يعني حضرتك بس قول لي هو مزعلك في ايه علشان ما نبعتش نجيب اب فيه نفس العيب. هل هو بيوبر؟ هل لونه بيتغير في الغسيل؟ فهمني. انا متصل بيكوا عشان يعرف حاجه واحده بس، يعرف مين فيهم بتبدا المشكله. بقاله يومين ما جابليش معلومه واحده. مين فيكوا اللي بدات بالضرب؟ هي. مين فيكم جت هنا الاول؟ هي. لا احنا كده لازم نروح الاسم. اتصرف، المهم اعرف انام. ماشي، معلش ثانية واحدة. يا مدام نهى، ايه الاب الجديد عامل ايه معاكي؟ انا مش مصدقه انك عملت كده. ايه حصل مشكله ولا ايه؟ ده انا بعت لك احسن اب عندي. زياد عاوزك انت، مش عايز اي اب. ما انا الفتره اللي فاتت دي مشغول، وكل مره اعتذر، كل مره اعتذر، ما حبيتش اتاخر عليكم. طب هو جرب يلعب معاه؟ ده الأب ده تحديدا فيه ميزة خطيرة، لو دوست على بطنه بيسقف. ده غير إنه عفريت في البلي. بلي إيه؟ أنا مش متخيلة إنك واخد الموضوع بالبساطة دي. زياد متعلق بيك أنت، بيحبك أنت كأب. هو ينفع الأب يتغير؟ ما هو لو كل طفل اتعلق بالأب اللي بيروح له مش هنخلص. لا بس زياد حاجة تانية برضه يا علاء. زياد حاجة تانية ولا مامة زياد هي اللي حاجة تانية؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ بعدين مش هادي الست اللي كنت بتقولي لها عمرها ما هتبص لك؟ ده قبل ما تبقى مشهور وزيك زيها وليك فانز وبتمضي على تيشيرتات والحاجات دي. والله دي قيمتي عندك يعني؟ تصدقي بقى انك كرهتيني في الشهرة؟ لا بجد والله. طب عينك في عيني كده؟ ها كرهتها؟ الشهرة حلوة طبعا، بس المهم دلوقتي هنحل مشكلة زياد ازاي؟ دي مش مشكلة ولا حاجة، هو مجرد اتعلق بيك عشان بتروح له كتير. هو اصلا ولد يتيم، وانا بالنسبه له بقيت نموذج الراجل والاب في حياته. ليه مفيش رجاله في عيلتهم خالص؟ انا من ساعه ما دخلت حياتهم ما سمعت سيره رجاله خالص، مفيش غير واحد ومش موجود.